الله يعطيكم العافية. محاضرة اليوم راح نكمل موضوعنا بسيكونشال سيركت. في المحاضرتين الماضيات تحدثنا عن ايش هو سيكونشال سيركت وكيف انه سيكونس اوف تايم انبوتس بيساهم او بيكون له دور في عملية الاوتبوت، وانه الكرنت ستيت هو بيكون عبارة عن جزء من الانبوت للنكست ستيت، وفي حال وجود الكلوك بلسز ما في عندي اي تغيير على الكرنت ستيت الا لما يصير في عندي تغير في البلس من 0 الى 1 او 1 الى 0. واخذنا اللي هو المكونات الرئيسيه للسيكونشال سيركت اللي هي الفليب فلوبس، حكينا عن الاس ار فليب فلوب وحكينا عن الدي، اخذنا الديزاين تبعهم، اخذنا الستيت تيبل او الكاركترستيك تيبل او بسموه فانكشن تيبل، وطلعنا في المحاضرة الماضية اللي هي الإكواجن نسميها ستيت إكواجن أو كاركترستيك إكواجن لكل فليب فلوب، وأخذنا مثال على التايمينج دايجرام رسمناه هون، وأنه كيف إحنا منطلع الستيت على شكل تايمينج دايجرام. راح نكمل على نفس المبدأ لكن بفليب فلوبس الجديدة. في عندي الجي كي وفي عندي التي. الجي كي فليب فلوب بقدر انا استخدم الدي لتمثيل الجي كي. لاحظ انا عندي هون ايش؟ دي فليب فلوب، هذا شكل البلوك دايجرام لمين؟ للدي فليب فلوب. ركبنا عليه سيركت تمام، وحطينا عليه انبوتس اللي هم مين؟ الجي والكي. الان فعليا لو اجي اطلع على معادله الدي، الدي هي عباره عن ايش عندي هون؟ الدي هي عباره عن اور صح؟ اور بين مين ومين؟ بين الاند جي كيو برايم رايت، هاي الكيو برايم داخله اند مع مين؟ مع الجي، والاند الثانيه اللي هي كي برايم مين؟ كيو. اوكي، هون راح نشوف انه احنا لما نيجي نتبع هاي السيركت، لما نيجي نحط الستيت تيبل بهذا الشكل زي ما سوينا في المحاضره الماضيه، في عندي كيو وفي عندي جي وفي عندي كي، وعندي هون كيو اوف تي بلس 1. تتذكروا في المحاضره الماضيه اعدنا ترتيب الستيت تيبل صح ولا لا؟ حكينا على اساس يصير الكرنت ستيت اللي هو الكيو وكانه هو فري انبوت فاريبل، يعني بدل ما نحكي احنا 0 0 مره الكيو 0 مره الكيو 1 خليناهم بهذا الشكل، انه هون 0 0 0 1 1 0 1 1 في حاله كان الكرنت ستيت ايش؟ 0. مره ثانيه نفس الانبوت 0 0 0 1 1 0 1 1 في حال ايش؟ كان الكرنت ستيت هو عباره عن 1 1 1 1، فصارت كأنها عبارة عن 3 input variables من 0 0 0 إلى 1 1 1. طيب خلينا نتبع هالسيركت ونشوف إحنا شو اللي بيصير عندي. في البداية كانت الـ Q عبارة عن إيش؟ عن 0 اللي هي current state. طيب عوض الآن في المعادلة اللي عندي هون، عوض في المعادلة اللي موجودة عندي هون. الكيو الجي هي عباره عن ايش؟ زيرو. هو الاحتمال الكيو برايم هي عباره عن 1 1 لانه الكيو زيرو صح ولا لا؟ وبالتالي 0 اند 1 هي 0. اور خلينا نشوف الثانيه، الكيو برايم او الكي برايم سوري هي 0 صارت ايش؟ 1 والكيو هي 0 برضه 0، وبالتالي شو ضلت؟ الزيرو ضلت ايش؟ زيرو. ليش؟ لانه الدي شو طلعت؟ زيرو. واذا بتتذكر لما طلعنا الستيت اكويجن في المحاضره الماضيه حكينا انه الكيو اوف تي بلس 1 اولويز ايكوال دي. لو تفتح المحاضره الماضيه تمام لما رسمنا الكي ماب تو فاريبلز ماب طلعت عندي الكيو اوف تي بلس 1 اولويز ايكوال وات؟ دي. وبالتالي قيمه الدي هي زيرو، وبالتالي كيو اوف تي بلس 1 ايكوال دي شو طلعت؟ زيرو. وبالتالي الكيو ضلت ايش؟ زيرو صح ولا لا؟ تمام. الان نعوض في الزيرو زيرو هما نفسهم، اخذنا الزيرو زيرو هاي صح؟ هسه بدنا ناخذ الزيرو زيرو هون بحيث انه نفترض الكيو ايش؟
1 عشان نقدر نقرر هل هي نوت تشينج ولا ريسيت. الزيرو ضلت زيرو، فهل ال1 راح تضل 1 ولا تصير زيرو؟ لانه شو الفرق بين النوت تشينج والريسيت؟ انه النوت تشينج الزيرو بضل زيرو وال1 بضل 1، اما الريسيت الزيرو بضل زيرو وال1 بصير زيرو. فهل ال1 بصير زيرو ولا هي نوت تشينج في حاله الجي كي ايش؟ زيرو زيرو. فاحنا هون بدنا نشوف هسه، نفترض الكيو هي عباره عن ايش؟ عن 1. عوض الان الجي قيمتها وات؟ زيرو. وهون الكيو برايم زيرو ضلت زيرو، او الكي برايم وات؟ 1، لانه هي زيرو كانبوت. الكيو 1 زيرو اور 1؟ اذا قيمه الدي شو طلعت؟ كيو اوف تي بلس 1 ايكوال دي في الفليب فلوب. اذا طلعت برضه ايش الكيو اوف تي بلس 1؟ 1. اذا الزيرو ضلت زيرو وال1 ضلت 1. اذا في حاله نو تشينج، هون نو تشينج. اذا في حاله الزيرو زيرو 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 زي الاس ار طلعت معي صح ولا لا؟ في حاله الجي كي زيرو زيرو هي نو تشينج على الكرنت ستيت. الكرنت ستيت ضلت زي ما هي، الزيرو طلعت زيرو وال1 طلعت 1 صح ولا لا؟ تمام. طيب نيجي للانبوت الثاني اللي هو الجي زيرو والكي والكي ايش؟ 1. الجي زيرو والكي 1، راح نشوف هاي وراح نشوف هاي، مره الكيو زيرو مره الكيو وات؟ 1. خلينا نشوف قيمه البي لما نعوض بالمعادله. نفترض هون الكيو عباره عن ايه؟ عن زيرو. عوض الجي عباره عن زيرو والكيو برايم هي عباره عن وات؟ 1، لانها زيرو وانا برايم زيرو اند 1 زيرو. هاي خلصنا منها. او الكي برايم هي عباره عن ايش؟ 1 هي زيرو، الكي برايم صارت 1. نعم صارت 1. الكيو احنا مفترضينها وات؟ زيرو. 1 اند زيرو زيرو، زيرو اند اور زيرو زيرو. اذا الكيو اوف تي بلس 1 ايكوال دي حسب ما طلعنا في المحاضره الماضيه. اذا هون الزيرو شو ضل؟ زيرو. لكن ما بقدر 1 كي 1 كي برايم زيرو. اوه سوري 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 سوري، اسف اسف اسف، هاي نرجع اسف. نعيدها مره ثانيه اذا سمحتوا. الجي شو قيمتها؟ زيرو. كيو برايم 1، اذا هاي زيرو. تمام. نيجي للثاني الكي برايم. الكي برايم هي زيرو، الكي برايم شو صارت؟ لا زيرو، عفوا هي زيرو. نعم زيرو اند اني ثينج زيرو، لانه عندي هنا زيرو 1 والكي هي برايم، صارت شو صارت عندي هون؟ زيرو. الكيو سواء كانت 1 اور 0 ما راح تفرق معي، لانه زيرو اند اني ثينج زيرو. زيرو اور زيرو نعم هذا برضه طلعت زيرو، فالزيرو ضلت زيرو. لكن ما بقدر احكم عليها هل هي نوت تشينج ولا ريسيت الا لما اجرب الاحتمال الثاني لما يكون الكيو 1. اوكي هون الكيو خلينا نفترض هون نشوف بتتغير ولا لا. نرجع مره ثانيه على نفس الانبوت، الجي زيرو الكيو برايم هي 1 صارت ايش؟ زيرو زيرو ان زيرو زيرو. تمام. هون الكي برايم هي اصلها 1 برايم شو صارت؟ زيرو. وهون الكيو 1 برضه راح تطلع ايش؟ زيرو. زيرو اور زيرو؟ زيرو. وبالتالي هون شو طلعت؟ زيرو. طيب اذا كان الكرنت ستيت زيرو ظلت زيرو، واذا كان الكرنت ستيت 1 صار زيرو. هاي حاله مين؟ هاي حاله الريسيت. اوكي تمام. طيب ناخذ الاحتمال الثالث اللي هو الجي والكي و 1 0. طبعا هاي قبل شوي تحولت الى 0. في حالة الكيو زيرو عوض الجي 1 والكيو زيرو برايم شو صارت؟ 1 1 اور اني ثينج 1 على طول.
تمام؟ وبالتالي هون الزيرو شو صار؟ 1. هل على طول بحكي ست؟ لا، لأنه ممكن تكون complement، صح؟ فهل بدي أشوف في حالة الون بتضل ون ولا لا؟ وبالتالي هون من زيرو تحولت إلى إيش؟ one. إلى ون. أوكي، خلينا الآن نفترض الكيو ون هو الاحتمال الثاني هون. الجي عبارة عن إيش؟ 1. كيو برايم هي 1 شو صارت؟ 0. هذا طلعت 0. نيجي هون الكي برايم شو قيمته؟ الكي 0 برايم 1 والكيو 1. إذا هون 0 أور 1 1، وبالتالي 1 ضل 1. إذا في حالة الزيرو صار 1 وال1 ضل 1، هي حالة مين؟ حالة السيت. نعم. إذا الجي كي 0 0 نوت تشينج، 0 1 ريسيت، 1 0 سيت. خلينا نشوف ال1 1 لغاية الآن. أنت بتشوف في تطابق بين الجي كي والاس ار، صح؟ يعني لو شلت كلمة جي حطيت اس والكي ار في تطابق، لكن كانت في ال1 1 ايش؟ undetermined state أو undefined state. خلينا نشوف في حالة اللي هي ال1 1 شو القيمة. اوكي، في حالة ال Q0 في حالة ال Q0 وكان عندي ال J1 وال K1، خلينا نشوف ال J1 ال Q برايم اللي هي ال Q0 برايم صارت 1، ما في داعي أكمل 1 or anything 1. إذا شو صارت ال 0؟ 1، صح؟ اوكي. طيب ارجع هسه افترض اللي كيو وات 1، الجي 1 الكيو برايم 1 صارت برايم 0 هون 0. جرب الثانيه الكي 1 كي برايم 0 وهون 1 برضه طلعت ايش؟ 0 0 اور 0 0. اذا هاي حاله ايش؟ 0 صارت 1 وال1 صارت 0. حالة مين؟ الكومبلمنت. إذا ال جي كي في حالة 0 0 نوت تشينج، 0 1 هي ريسيت، 1 0 هي سيت، 1 1 هي عبارة عن وات؟ كومبلمنت. أوكي. طيب الآن لو بدنا نسوي الـ K-map تبعتها هاي زي ما سوينا في المحاضرة الماضية، زيرو وان زيرو 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 وان 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 زيرو، حكينا هون Q هون JK، صح؟ ماذا طلعت عندي 1 في حالة مين؟ 2، هاي 2 في حالة مين كمان؟ 3 مظبوط، وفي حالة 4 وفي حالة 6 مظبوط ولا لا؟ 0 0 0 0. نعيدهم في حالة 1 0 0 1 0 هي 2 0 1 1 3 1 0 0 هي 4 1 1 0 هي 6. كم جروب هذول؟ 3 جروبس. اثنين جروبين، احسنت. ليش اثنين؟ ليش ثلاث؟ انتوا جلطوا؟ This is a group. صح. اما ما تاخذ هذا مع هذا وهذا مع هذا، تقدر تاخذ هذا مع هذا. تمام؟ طيب، إذا هون Q of T plus 1 equal هذول الاثنين عبارة عن ايش؟ Q prime 1 وJ يعني J Q prime or هذول الاثنين عبارة عن ايش؟ Q يعني K prime وايش؟ Q وQ طلعت نفسها ولا لا؟
تمام؟ هذا كانوا بروف للسيركت تبعكم. اوكي؟ هاي شو سميناها هاي؟ الستيت كويجن او كاركترستيك ايش؟ كويجن. تمام؟ برضو رح ناخذ عليها مثال بس بعد ما نخلص التيف اللي بفلوب على التايمينج دايجرام زي ما اخذنا مثال في المحاضرة الماضية. اوكي؟ طيب اخر نوع من التي من الفليب فلوبس اللي هو راح يكون اسمه التي فليب فلوب. التي زي ما انتم ملاحظين له انبوت واحد فقط هو تي زي الدي. اوكي التي خاصيته كالتالي: زيرو من الان انا قبل ما نشوف كيف بتركب، زيرو نو تشينج، 1 كومبلم. بدنا نركبه مره باستخدام الجي كي ومره باستخدام ايش الدي. يعني التي فليب فلوب كيف بعمله امبلمنتيشن؟ ممكن استخدم مره الجي كي زي ما استخدمت الدي لتمثيل مين؟ الجي كي. بقدر استخدم الجي كي الان بحيث اني ارسم له، راح نقسم اللوحه نصين، هاي هون نكتب جي كي. هذا ايش؟ عباره عن لوك دايجرام لمين؟ للجي كي. نعم. طيب هاي التي كيف بدي اشبكها؟ كيف بدي اشبكها بحيث انه في حالة التي زيرو نو تشينج وفي حالة التي وان كومبلمنت؟ الكيو والكيو برايم راح يعتمد عليها. نعم. هسا الجي كي لما كان زيرو زيرو نو تشينج، والجي كي لما كان وان وان كومبلمنت. اذا شو بقدر اسوي؟ مره دخل برايم حط التي زيرو شو بتطلع الجي كي؟ زيرو زيرو شو بتصير؟ حط التي وان شو بتطلع الجي كي؟ That's it. طيب في حالة الدي هاي عندي التي هون، في جيت استخدمناها في واحدة من الكومبينيشنال سيركتس اللي احنا اخذناها انه في حالة الزيرو بغير شيء، في حالة الوان بعمل ايش؟ كومبلمنت. صح؟ وبالتالي هون هي التي. اوكي وهون خلينا نتاكد لكم بس من الرسمه. نعم اذا التي زيرو الكيو راح تضلها ذا سيم صح؟ يعني ثبت ال T0 ال Q0 0 XOR 0 0 غير ال 0 ضلت 0 غير ال Q ل 1 وثبت ال T0 0 XOR 1 يعني ال 0 ضلت 0 وال 1 وال 1 ضلت 1 إذا في حالة ال T0 no change زي ما حكينا هون صح؟ تمام اعكس الكلام الآن خلي الدي ثبت الدي 1 ال 1 اكس اور 0 1 1 اكس اور 1 0 وبالتالي في حاله الدي 1 الكيو اذا كانت 0 شو بتصير؟ 1 واذا كانت 1 شو بتصير؟ 0 في حاله الكومبلمنت وبالتالي هذا يكافئها سيم سيم هذا يكافئها بحيث هون ال Q of T plus 1 equal D equal what? T XOR what? Q. Q. كيف تي؟ صح؟ صح ولا لا؟ وبالتالي هون لما نيجي سواء كان هو ولا هو ما راح يتغير شيء بإيش؟
بالكاركترستيك فانكشن. يعني هسه حط لنا الستيت تيبل كيو 0 0، هاي هون تي، خلينا نعمل هيك كيو اوف تي بلس 1، انتبه معي هون 0 1 هون 1 1 0 1، اعطيني كيو اوف تي بلس 1. يلا يا جماعه الزيرو بضل زيرو صح في حاله تي زيرو، والوان شو راح يضل؟ راي في حاله الوان الزيرو شو بده يصير؟ 1. في حاله الوان شو بده يصير؟ زيرو. مظبوط. طيب خلينا نعمل له كمان، هاي الكيو وهي مين التي 0 1 0 1. ماذا عندي طلعت الكيو في تي بلس 1 1؟ في حاله مين؟ الواحد والاثنين صح؟ راي بهمنيش الباقي، هذا 0 0. عباره عن تشيس، وبالتالي كيو اوف تي بلس 1 هي اكس اور بين مين؟ الانبوتس هم مين ومين؟ تمام؟ هيك بنكون انهينا انواع الفليب فلوبس، لكن لابد من ناخذ امثله اكثر على التايمينج دايجرام وعلى التريسينج. في كل فليب فلوب اخذنا الديزاين تبعه واخذنا الكاركترستيك تيبل او الستيت تيبل او الفانكشن تيبل، واخذنا كيف نطلع الكاركترستيك كويجن، تمام، واخذنا الستيتس تبعته اللي هو في حال الانبوت 0 0 شو بده يصير 0 1 1 0 1 1، وتنقلنا حسب نوع الفليب فلوب من نوع تشينج وريسيت وسيت وكومبلمنت، الا في حاله واحده اللي هي الاس ار 1 1، الانديفايند ستيت، وحليناها في المحاضره الماضيه من خلال الدي فليب فلوب. اخذنا مثال واحد فقط على التايمينج دايجرام كان على الدي، راح ناخذ كمان ان شاء الله تعالى مثالين في المحاضره الجايه على التايمينج دايجرام وعلى التريسينج للسيركت. نشوفكم المحاضره القادمه ان شاء الله، يعطيكم العافيه.